بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمن طلبوا مني شامبو أو وصفة أو أي علاج من الصيدلية للقضاء على القمل وبيضه. القمل عبارة عن حشرة تعيش في الرأس بين الشعر وتلد 6 بيضات في اليوم الواحد في المنطقة التي تربط الشعر بجلد فروة الرأس، وهذه الحشرة لا تصيب رأس شخص واحد فقط، بل تنتقل من شخص لآخر غالبا عن طريق الاحتكاك المباشر بين شعر المصاب وغير المصاب، وهي تظهر بشكل أكثر أو تصيب الفتيات أكثر من الفتيان، وذلك بسبب غزارة شعرهن وطوله. قبل أن أعطي طريقة استخدام هذا الشامبو من الصيدلية، بداية من المفروض استخدام زيت الخزامة، زيت اللافندر. زيت الخزامة هو زيت اللافندر، وتوزيعه على الصدغ والرقبة وقرب الكتفين بشكل يومي قبل إرسال الأطفال إلى الشارع أو الحضانة أو المدرسة، ذلك لأن رائحة زيت اللافندر تمنع القمل نهائيا من الاقتراب، لأن القمل يختنق من رائحة زيت الخزامة. وإذا لم يتوفر زيت الخزامة يجب توفيره ووضعه في البيت خصوصا في الفترة الدراسية. يمكن تعويضه بزيت جوز الهند، ولكن الأقوى هو زيت اللافندر. هذا الشامبو رائع جدا، وتم تجربته ومن أول استعمال قضى على القمل وبيضه وكذلك الصيبان، ويجعل الشعر ناعم جدا. طريقة استخدامه، نأخذ من هذا الشامبو على شعر مبلل يوضع على الشعر وفروة الرأس، يدلك لمدة 5 دقائق. نقوم بتدليك هذا الشامبو على الشعر لمدة 5 دقائق ويترك لمدة ربع ساعة حتى يتفاعل، وبعدها نقوم بتمشيط الشعر بواسطة المشط الموجود في العلبة من الداخل، موجود مشط يمشط أسنانه رقيقة جدا، يمشط الشعر وبعدها يشطف بالماء. النتيجة من أول استعمال مع استخدام زيت اللافندر رائع جدا مع هذا الشامبو مكمل له، ومن أول استخدام نتخلص من القمل والصيبان. وبعدها بعد ما يجف الشعر نوزع قطرات من زيت الخزامة على كل الشعر وفروة الرأس، وبعدها سنتخلص نهائيا من هذه المشكلة. ولكن نحاول أن يكون زيت اللافندر موجود يوميا في البيت للحد من هذه المشكلة. كما سبق وقلت إن رائحة زيت اللافندر تمنع القمل من الاقتراب بسبب احتكاك الأطفال في المدارس ببعضهم البعض. هذا الشامبو من أول استعمال يقضي على القمل رغم غلاء سعره، ولكنه في الحقيقة رائع جدا. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو قادم بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.